مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. درسنا اليوم يونت 2 لسن 3، اليونت الثاني، الدرس الثالث، Things we do every day، أشياء نفعلها كل يوم، موجودة بصفحة 26 من كتاب الطالب، صفحة 24 من كتاب النشاط. قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب باسم الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي. صفحة 26 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة Things we do every day، أشياء نفعلها كل يوم. أسفلها مكتوب Write the correct verbs under the pictures، اكتب الفعل المناسب أو الفعل الصحيح تحت كل صورة. منطيني مجموعة من الأفعال ومجموعة من الصور، كل صورة من ذن الصور تدلي على فعل معين، أوصل هذه الأفعال بالصورة المناسبة. طبعا راح نوصل الأفعال بالصور المناسبة وبعدها نعرف شنو المهم بهذه الأفعال، شلون تجينا بالامتحان. إذن قبل ما نوصل الصور خلينا نترجم الأفعال وبعدها نحاول نوصلها بالصور. clean معناها ينظف، wash clothes معناها يغسل الملابس، cook معناها يطبخ، watch TV يشاهد التلفاز، help my children أساعد أطفالي، see friends أرى الأصدقاء، go shopping أذهب إلى التسوق. إذن نجي نوصل الأفعال لأن مجموعة من الأفعال بالصور المناسبة. نمبر 1 أولا صورة هذه المرأة اللي تقوم بعملية الطبخ، يا فعل من ذن الأفعال مناسب للصورة؟ أكيد الفعل cook، cook معناها تطبخ، فأخلي الفعل تحت الصورة. نمبر 2 ثانيا صورة هذه المرأة تشاهد التلفاز، يا فعل من ذن الأفعال مناسب للصورة؟ أدور بالأفعال ألقى watch TV تشاهد التلفاز، فأخلي الفعل تحت الصورة أكتب watch TV. نمبر 3 ثالثا صورة هذه المرأة وأطفالها اللي تقوم بمساعدتهم في حل واجبهم المنزلي، يا فعل من ذن الأفعال مناسب للصورة؟ أكيد الفعل help my children أساعد أطفالي، أكتب help my children تحت الصورة. نمبر 4 رابعا صورة المرأة اللي تقوم بعملية تنظيف، يا فعل من الأفعال المناسب للصورة؟ أكيد الفعل clean تنظف، فأكتب clean تحت الصورة. نمبر 5 خامسا صورة المرأة اللي تقوم بعملية غسل الملابس، يا فعل من الأفعال المناسب للصورة؟ أكيد الفعل wash clothes تغسل الملابس. نمبر 6 سادسا صورة هاي المرأة وأصدقائها ذاهبة لرؤية أصدقائها، يا فعل من الأفعال المناسب للصورة؟ أكيد الفعل see friends ترى الأصدقاء، فخلي see friends تحت الصورة. نمبر 7 سابعا صورة المرأة اللي حاملة مجموعة من الأكياس ذاهبة للتسوق، يا فعل من الأفعال المناسب للصورة؟ أكيد الفعل go shopping تذهب إلى التسوق. هذا ما يخص الأفعال، وصلناها كل فعل بالصورة المناسبة لها. شنو المطلوب حفظه من هذه الصفحة أو من هذه الأفعال؟ طبعا ضروري جدا أني أحفظ معاني هاي الأفعال clean, wash, cook, watch, help, see, go، كل واحدة شنو معناها، وكذلك الاسم المناسب لكل فعل. ورح نجي نشوف شون يجينا بالامتحان من خلال تمرين أي يجيب لي الأفعال ويجيب لي الأسماء المناسبة إلها مخربطات، ويطلب من عندي أن أوصل الفعل بالاسم المناسب إله. فلازم أعرف أن clean يناسبها the house، clean the house تنظف البيت، wash clothes تغسل الملابس، cook dinner تطبخ العشاء، watch TV تشاهد التلفاز، help children تساعد الأطفال، see friends ترى الأصدقاء، و go shopping تذهب إلى التسوق. هذن الأفعال وذن الأسماء المناسبة إلها. ما أعبر هاي الصفحة لحد ما أحفظهن، أحفظ معاني الأفعال وأحفظ كل فعل شنو يناسبه من الأسماء. ننتقل إلى أسفل الصفحة مكتوب ask and answer about the pictures، اسأل وأجب عن الصور. نحن نشاط صفي كل طالب من خلال الصور اللي أخذناها قبل دقيقة يسأل، مثلا يقول what is picture number one، ما هي الصورة رقم واحد؟ الطالب الأول يسأل الطالب الثاني، الطالب الثاني يجاوبه يقول له cook، الصورة الأولى خاصة بعملية الطبخ. what's picture 7 يسأله مرة ثانية، ما هي الصورة رقم 7؟ والطالب الآخر يجاوبه مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث. ننتقل إلى أسفل الصفحة listen and write the days of the week، استمع واكتب أيام الأسبوع. منطيني مجموعة من أيام الأسبوع
ومجموعة من الصور نفس الصور اللي أخذناها قبل دقيقة، تقوم بعملية غسل ملابس، ترى أصدقائها، تنظف المنزل إلى آخره. كل فعل من ذني الأفعال تفعله بيوم معين، مثلا لازم نعرف يا يوم تغسل ملابس، يا يوم ترى أصدقائها. من خلال المقطع الصوتي راح نعرف كل يوم من أيام الأسبوع تقوم بعمل معين: Monday اثنين، Tuesday ثلاثاء، Wednesday أربعاء، Thursday خميس، Friday جمعة، Saturday سبت، Sunday أحد. فراح نسمع المقطع الصوتي ونحل عدد الصور، نعرف النشاط اللي تقوم به بكل يوم، وبعدها نعرف شنو مطلوب حفظه من هذه الصفحة. خلينا نسمع المقطع الصوتي أول شيء. Track 22 Unit 2 Lesson 3 Listen and write the days of the week. On Monday, she always goes shopping. On Tuesday, she sees her friends. Then on Wednesday, she washes clothes. On Thursday, she cleans the house. On Friday, she helps her children with their homework. On Saturday, she always cooks lots of things. Then on Sunday, she has a rest and she watches TV. إذن من خلال المقطع الصوتي قدرنا نعرف أيام الأسبوع، كل يوم من أيام الأسبوع شنو العمل اللي تقوم به بداخل البيت، وحليناه على أساس المقطع الصوتي. زين شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط؟ أولا عندي ملاحظة جدا مهمة، أن نستخدم حرف الجر on مع أيام الأسبوع، لا أستخدم لا إن ولا آت. فلما أرد أعبر عن نشاط معين خلال يوم من أيام الأسبوع أقول مثلا I go shopping on Sunday، أقول on Sunday، أذهب للتسوق في يوم الأحد. ننتبه أن نستخدم حرف الجر on، ما أقول in Sunday ولا at Sunday، أستخدم الon on Sunday. نستخدم الon مع أيام الأسبوع، شلون تفيدني هاي؟ من الممكن أن تجيني بالامتحان بهاي الصيغة مثلا، يقول لي I see my friends، أنا أرى أصدقائي فراغ Saturday in لو on. بما أن Saturday يوم من أيام الأسبوع أستخدم ويا حرف الجر on. هاي ما يخص الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يجب كتابة الحرف الأول من أيام الأسبوع كبيرا أينما وجد، مثل ما أخذنا بداية السنة أسماء الدول، أسماء العواصم، أسماء الجنسيات، أسماء الأشخاص نكتبهن بالحرف الكبير أينما وجدت. كذلك أيام الأسبوع تفيدنا في سؤال التنقيط، إذا شفت يوم من أيام الأسبوع الحرف الأول منها كبير أينما وجد بالجملة، حتى لو بنص الجملة أكتب الحرف الأول منها كبير. إذا لاحظتوا أن حرف الأم كبير، التي كبير، الدبليو كبير، وهكذا مع البقية. إذن أيام الأسبوع يكتب الحرف الأول منها كبير أينما وجد في الجملة، هاي تفيدنا بسؤال التنقيط. ننتقل إلى أسفل الصفحة، مكتوب listen and read the questions، استمع وقرأ الأسئلة، match them to the answers، وطابقها بالأجوبة. أدي مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأجوبة اللي تناسبها، لازم أقرأ السؤال وأشوف شنو هو الجواب اللي يناسبه من خلال الصور اللي أخذناها قبل دقيقة، وكذلك من خلال معرفتي بكيفية السؤال. شلون يعني؟ يعني مثلا نمبر 1 أولا، Does she cook on Sunday؟ نعرف إحنا أنه إذا بدأ السؤال، هاي علامة استفهام يعني سؤال، إذا بدأ السؤال بفعل مساعد Is, are, am, do, does، يكون الجواب أما بيس أو نو، ذكرناها بملاحظات سابقة. وكذلك ملاحظة ثانية، أن إذا سألني بداز لازم أجاوب أما بداز أو doesn't، yes she does أو no she doesn't. إذا سألني بإز أجاوب أما بإز أو isn't، مثلا yes he is أو no he isn't. إذا سألني بآر أجاوب أما بآر أو aren't، yes they are مثلا أو no they aren't. إن أنا سألني بداز أدور فقط على اليس والنو اللي بيها does و doesn't، دورت لقيت yes she does أو no she doesn't. خلينا نجي نفهم السؤال، Does she cook on Sunday؟ هل تقوم بالطبخ يوم الأحد؟ نرجع للصور نشوفها، إذا تقوم بالطبخ يوم الأحد نقول yes she does، وإذا تقوم بالطبخ بغير يوم نقول no she doesn't. نرجع للصور، نلاحظ أن يوم الأحد تشاهد التلفاز، هي تقوم بالطبخ يوم Saturday السبت، لذلك الإجابة خاطئة، فأقول no she doesn't، فأخلي رقم السؤال أمام هاي الإجابة. Number 2 ثانيا، when does she wash clothes؟ when معناها متى، أخذنا بداية السنة where معناها أين،
وهنا أنا وين معناها متى. When does she wash clothes؟ متى تغسل الملابس. كذلك نرجع للصور نشوف يا يوم تقوم بعملية غسل الملابس. تقوم بغسل الملابس يوم الـ Wednesday الأربعاء. نرجع نحل نقول on Wednesday، فأخلي رقم السؤال أمام هذه الإجابة. Number 3 ثالثا، What does she do on Tuesday؟ What معناها ماذا. What does she do؟ ماذا تفعل؟ On Tuesday يوم الثلاثاء. نعرف أن يوم الثلاثاء تقوم برؤية أصدقائها، فأقول she sees her friends. أخلي رقم السؤال أمام هذه الإجابة. Number 4 رابعا، Does she clean the house on Thursday؟ نفس السؤال، بدأ does يعني الجواب عنه أما بيس أو نو. Does she clean the house on Thursday؟ هل تقوم بتنظيف البيت يوم الخميس؟ فأكيد الإجابة yes she does، أخذنا بالصور أنها تقوم بغسل الملابس يوم الخميس. هذين الأسئلة جدا مهمة، من الممكن نجيب ليها مثل ما هي فرع A و B. وصل الأسئلة اللي موجودات بفرع A بالأجوبة اللي تناسبهن من فرع B. لذلك هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري. Ask and answer questions، اسأل وأجب على الأسئلة. هنا نشاط صفي، كل طالب يختار له سؤال والطالب الآخر يجاوبه. مثلا الطالب الأول يقول Does she cook on Sunday؟ يسأل الطالب الثاني يقول له هل تقوم بالطبخ يوم الأحد؟ الطالب الثاني يجاوبه، إذا yes يقول له yes she does، وإذا no يقول له no she doesn't. وهنا الطالب الثاني يسأل الطالب الأول والطالب الأول يجاوبه. مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث. ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A. Match the verbs with the words in the circles، طابق الأفعال، عندنا مجموعة من الأفعال بهاي المربعات، with the words بالكلمات in the circles داخل الدوائر. مثل ما ذكرنا بداية الدرس من الممكن نجيب الأفعال وصلها بالأسماء المناسبة لها. ذكرنا أنه من الممكن نجيني على شكل فرع A و B. هذا التمرين اللي وضحناه وصل الأفعال بالأسماء المناسبة، لذلك هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري. فهنا نقرأ الفعل ونشوف شنو اللي يناسبه باعتبارنا احنا حفظناهن. Number one أولا wash، wash معناها تغسل أو يغسل. شنو الاسم المناسب إله؟ ذكرنا بداية الدرس أن wash الفعل wash يغسل يناسبه clothes الملابس، فأخلي رقم الفعل اللي هو رقم واحد فوق كلمة clothes. wash clothes تغسل الملابس. Number two ثانيا cook، cook معناها تطبخ. شنو الاسم المناسب لهذا الفعل؟ ندور بالأفعال، عرفنا أن كلمة cook تطبخ يناسبها الاسم dinner، cook dinner تطبخ العشاء. Number 3 ثالثا watch، watch تشاهد. شنو الاسم المناسب لهذا الفعل؟ أكيد تشاهد التلفاز، فأقول له watch TV، تشاهد التلفاز. أخلي رقم الفعل اللي هو رقم 3 فوق كلمة TV. Number 4 رابعا help، help تساعد. شنو الاسم المناسب لهذا الفعل؟ أكيد الاسم with homework، تساعد بالواجب البيتي، فأخلي رقم الفعل اللي هو رقم 4 أمام هذا الاسم. Number 5 خامسا see، see معناها ترى أو يرى. شنو الاسم المناسب لهذا الفعل؟ أكيد ترى الأصدقاء، فأخلي friends، أخلي رقم الفعل اللي هو رقم 5 فوق كلمة friends. Number 6 سادسا go، go تذهب أو يذهب. شنو الاسم المناسب للفعل؟ أكيد تذهب إلى التسوق، فأقول go shopping، تذهب إلى التسوق. Number 7 سابعا clean، clean معناها تنظف. شنو الاسم المناسب للفعل؟ أكيد تنظف المنزل، فأخلي رقم 7 اللي هو رقم الفعل أمام كلمة the house، clean the house تنظف المنزل. مثل ما وضحنا أن التمرين أي تمرين جدا مهم، من الممكن يجيب لي هو وصل الأفعال بالأسماء المناسبة إلها. أسفل الصفحة مكتوب look، انظر. احنا عرفنا أن كل ما صادف نهاية الكلمة اللي هي look هذا الترتيب، فمعناه موضوع قواعد جدا مهم. هنا نقول لك yes no question، ذكرنا بالدروس السابقة ال yes no question، وعرفنا ان ال yes no question اللي هو السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد، لكن اخذنا بداية السنة ال is وال are وال am. اليوم راح ناخذ ال do وال does، اذا بدأ السؤال بدو does. كذلك احنا نعرف انه اذا بدأ السؤال بفعل مساعد يكون الجواب عنا اما بيس او نو، لذلك نسمي هاي النوعية من الاسئلة
Yes, no question. الأسئلة اللي يكون جوابها أما بيس أو نو. ننتبه للترتيب. إذا كانت الجملة استفهامية أخلي does أو do بداية الجملة، بعدها الفاعل he, she, it, they, you, we, I إلى آخره، وسنا راح نجي نعرف شو كنت نستخدم الداز وشو كنت نستخدم الدو، بعدها الفعل وبعدها التكملة، والجواب مالتها yes و no وزائد الفاعل زائد الداز إذا كان سألني بداز أو doesn't، والدو إذا سألني بدو أو don't إذا كان الجواب no. فهنا أنا مجرد نعرف ترتيب الجملة، والـ WH questions الأسئلة اللي تبدأ بأداة السؤال باستخدام أداة when متى، كذلك لازم نعرف الترتيب، أداة السؤال وراها فعل المساعد وراها الفاعل وراها الفعل وراها التكملة. فننتبه هنا أنا. إذا سألني when متى يكون الجواب عنه مو بيس ونو، وإنما ظرف زمان، كان يكون أيام أسبوع أو وقت أو أي ظرف زمان. نجي ناخذ ملاحظاتنا. أولا الملاحظة الأولى، إذا بدأت الجملة بفعل مساعد مثل الدو والداز اللي وضحناهن فإنها جملة استفهامية. قلنا إذا بدأت بدو داز فعل مساعد فهي معناها جملة استفهامية، نسميها yes no question كما في القاعدة الموضحة مثل ما موضحين بهاي القاعدة، وأتى بعد الفعل المساعد الفاعل ثم الفعل الرئيسي، يجي وراها فاعل ثم فعل رئيسي، نعرف الترتيب فعل مساعد فاعل فعل رئيسي. الملاحظة الثانية، شو كنت نستخدم does وشو كنت نستخدم do؟ does إذا كان ما بعدها الفاعل اللي وراها he أو she أو it أو ما يعوضا عنهن. الهي تعوضني عن علي أحمد، الشي تعوضني عن منى سهى، الات تعوضني عن غير عاقل مثلا ذكاء ذا دوغ إلى آخره. إذا شفت اللي ما بعدها هي أو شي أو ات أخلي داز ما أخلي دو، في حين نستخدم الدو، شو كنت نستخدم الدو مع الذي والوي واليو والآي، أشوف اللي وراها ذي وي يو آي أخلي دو. إذن عرفنا شو كنت نستخدم الدو والداز بالسؤال. الملاحظة الثالثة، الإجابة عن هذه الجملة الاستفهامية مثل ما وضحنا يكون أما بيس أو نو. إذا بدأ بفعل مساعد السؤال يكون الجواب عنه أما بيس أو نو، ثم الفاعل، الفاعل اللي سألني does she أخلي yes she yes أو نو زائد الفاعل، ثم الفعل المساعد المناسب، الفعل المساعد اللي سألني به does she يقول yes she does أو no she doesn't، do they أقول yes they do أو no they don't. هاي نعرفها من بداية السنة، ولا ننسى نضع نوت إذا كان الجواب no، نعرف إذا كان الجواب no أخلي نوت وراء الفعل المساعد. هذا ما يخص ال yes no question. زين WH question اللي هو السؤال باستخدام أحد أدوات السؤال، هنا أنا منطين ال when متى، هاي أداة السؤال. ال when تعني متى وتسأل عن الزمان، تسألني عن الزمان، لذلك الإجابة عنها ما يكون بيسونو، أي أننا عند الإجابة نجيب عن الزمان كان يكون وقت أو يوم أو شهر. هاي يعني مثل ما نعرفها ظرف زمان كان يكون وقت ساعة أو يوم أحد أيام الأسبوع أو شهر. شلون تجيني بالامتحان؟ هنا أنا لازم نعرف ترتيب ذن الجمل مثل ما وضحنا، وننتقل إلى تمرين بي اللي هو صيغته بالأسئلة. هذا التمرين جدا مهم، يقول لي يجيب لي احد ذن الجمل ويقول لي اوردر رتبها، ذن الجمل مخربطات حاول ترتبها. هنا ننتبه الامر مهم، اشوف الجمله اول شيء جمله استفهاميه سؤال لو جمله مثبته. شلون اعرف استاذ؟ اعرفها من خلال علامه الاستفهام، اذا بيها علامه استفهام هاي جمله استفهاميه، نرتبها حسب هاي القاعده، حسب ذن القاعدتين واحده من عندهن. واذا جمله مثبته يعني ما بيها علامه استفهام، ارتبها حسب الترتيب القديم اللي هو فاعل وفعل رئيسي وتكمله. خلينا نجي ناخذ مثال، مثلا نمبر 1 اولا مسز رنا ذا هاوس كلينز اون ماندي، جمله مخربطه، دورت لقيت علامه استفهام؟ ما لقيت، اذا هاي مو جمله استفهاميه، هاي جمله مثبته. جمله مثبته شلون يعني ترتيبها؟ اول شيء ادور على الفاعل ورا الفعل الرئيسي. سجلوا هاي الملاحظات وياي على مود مستقبلا تعرفون ليش احنا حليناها بهاي الطريقة. اول شي ادور الفاعل ثم الفعل الرئيسي ثم التكملة. اجي اول شي الفاعل شنو؟ اكيد مسز رنا، الفاعل اسم مؤنث، مسز رنا اول شي اخلي مسز رنا. انا انتبه يقول لك انتبه للحروف الكبيرة، بما انه مسز رنا اول حرف من الجملة كبير الام اسويها كبير، ورنا اسم شخص الحرف الار اسويه كبير. مسز رنا اول شي، بعدها ادور الفعل، وين الفعل بالجملة؟ اكيد الفعل ينظف، اقول مسز رنا كلينز، السيدة رنا تنظف، شو تنظف؟ الاسم المناسب للفعل the house، مسز رنا كلينز the house زائد التكملة
on Monday. السيدة رنا تنظف المنزل يوم ال... كملة الجملة صارت جملة مرتبة على الطريقة المثبتة. Number two, ثانيا on علامة استفهام what she does do Tuesday. هنا نلاحظ أن الجملة بها علامة استفهام، إذا أرتبها حسب الجملة الاستفهامية. خلنا نرجع نشوف ترتيب الجملة الاستفهامية شون يكون. أول شيء الوين اللي هي ذات السؤال، وراها do أو does، وراها الفاعل، وراها الفعل الرئيسي، زائد التكملة. خلنا نرجع نرتب حسب هذا الترتيب. فأقول أول شيء أداة السؤال، وين أداة السؤال؟ الوات. أول شيء أخلي وات والدبليو أخلي كبير لأن بداية الجملة وات، بعدها الفعل المساعد does what does، زائدا الفاعل، الفاعل she what does she، الفعل الرئيسي do what does she do، ماذا تفعل، زائدا التكملة on Tuesday. نعرف ان الاون حرف الجر يجي قبل ايام الاسبوع on Tuesday، والتي اخليه كبير، ذكرنا انه ايام الاسبوع يكون الحرف الاول منها كبير، وما انسى علامة الاستفهام بالاخير، فصير what does she do on Tuesday، علامة استفهام، ذات سؤال، فعل مساعد، فاعل، فعل رئيسي، والتكملة وعلامة الاستفهام. Number three، ثالثا clothes Friday on she washes. نلاحظ انه بها علامة استفهام ما بيها، ارتبها حسب ترتيب الجملة المثبتة. شنو ترتيب الجملة المثبتة؟ اول شيء فاعل، وراء فعل رئيسي، الاسم المناسب للفعل، والتكملة. فالفاعل وين من الجملة؟ اكيد الفاعل شي، اخلي اول شيء الشي وحرف الاس لا انسى كبير لان بداية الجملة، شي زائد الفعل الرئيسي washes، she washes هي تغسل، ش تغسل؟ الاسم المناسب للفعل clothes، she washes clothes تغسل الملابس on Friday، الحرف الجر يجي قبل ايام الاسبوع on Friday، هي تغسل الملابس يوم الجمعة. وما انسى انه حرف الاف كبير لان ايام الاسبوع يكتب الحرف الاول منها كبير، she washes clothes on Friday، تغسل الملابس يوم الجمعة. Number four، رابعا does when she علامة استفهام friends see. هنا أنا بما أنه بها علامة استفهام رتبها حسب ترتيب الجملة الاستفهامية. شون يكون ترتيب الجملة الاستفهامية؟ أول شيء أداة السؤال اللي هي when، بعدها الفعل المساعد does when does، زادا الفاعل she when does she، زادا الفعل see، والتكملة friends. when does she see friends، متى ترى أصدقائها، وعلامة الاستفهام، أخلي الدبليو كبير لأن بداية جملة. هذا ما يخص تمرين بي، تمرين جدا مهم، نحاول قدر المستطاع نحفظ ترتيب هاي الجمل لأن جدا مهمة بالامتحان التحريري، تجيني بسؤال القواعد يجيب لي أحد الجمل ويقول لي order، رتب لي الجملة. ننتقل إلى تمرين سي، listen and say the verbs with s، استمع وقل الأفعال اللي منتهية بأس. which sounds do you hear، ما الصوت الذي تسمعه في نهاية الفعل. نانا كل فعل من هذه الأفعال منتهي بأس، لكن كل واحدة من ذني حروف الأس ينطيني صوت مختلف عن الثاني، فانتبهوا شون رح انطق الكلمة لأن بعدها رح نوزع الذني الأفعال حسب صوت الأس بهذا الجدول. خلنا نجي نقرأ الأفعال وبعدها نعرف شون نوزعهن. العبارة الأولى he washes، تلاحظون دا لفظ الكلمة washes، الأس دا لفظه is. he cleans، الأس لفظته ز. she watches، لفظته is watches. he helps، الأس لفظته مثل ما هو س. she sees، الأس لفظته ز. he goes، الأس لفظته ز. وshe cooks، الأس لفظته س. هنا أنا أقول لك listen again، استمع مرة أخرى. which sounds do you hear، ما الصوت الذي تسمعه. write the verbs، وزع الأفعال بالحقول ذني. الحقل الأول الأفعال اللي لفظت بها الأس س، والحقل الثاني الأفعال اللي لفظت بها الأس ز، والحقل الثالث الأفعال اللي لفظت بها الأس is. فمثلا وهي washes، washes شون لفظته؟ بيا حقل من ذن الحقول خليه بحقل الإز، washes لأن لفظته is. he cleans،
كلينز. شلون لفظت الاس؟ لفظت ز. اقول كلينز. واتشز لفظت از. هيلبس لفظت س. هيلبس. شي سيز الاس لفظت ز. هي جوز الاس لفظت ز. وشي كوكس الاس لفظت س. هذا ما يخص هذا التمرين، مجرد تمرين يخليني اعرف ان الاس الى ثلاث الفاظ، الس والز والاز. هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة الاستماع لدى الطلاب. هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم، اخذنا به مجموعة من الافعال والاسماء المناسبة لها، وقلنا لازم نحفظ الافعال ومعانيها والاسماء المناسبة لها. وتمرين اي كان نموذج شلون يجينا بالامتحان الافعال والاسماء المناسبة لها، وكذلك اخذنا كيفية السؤال بـ do و does، وشون نرتب الجمل المثبتة والجمل الاستفهامية. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة.